بطل بطل تقدر ترى تصنع أمل مهما جرى أنت بطل أنت رياضي اصنع اصنع بطولة كل مستحيلك لازم لازم تطولة أبطالنا اليوم يلعبون لعبة وايد مشهورة خصوصا بأمريكا اللي هي البيسبول وبالعربي كرة القاعدة. أبطالنا اليوم قدروا أنهم يحققون مراكز وميداليات وبطولات لعبة البيسبول ومثلوا الكويت بهاللعبة محليا وعالميا. والحين خلونا نتعرف على أبطال جينيريشن ألفا بموسمه الثاني في البيسبول. إبراهيم الشرف ويوسف الشرف يوشع شعلان ولورنس شعلان. اسمي إبراهيم أحمد الشرف، عمري 13 سنة، رياضتي هي البيسبول، ألعب من وأنا 3 سنين ونص. أنا اسمي لونس، عمري 8، أنا أحب بيسبول. أنا اسمي يوشع وأحب بيسبول وتنس وسكواش. أنا اسمي يوسف أحمد الشرف، عمري 8 سنوات وألعب بيسبول. معاكم كوتش نواف شعلان، والد اللاعبين لورنس ويوشع. لما نقولي بصير جينيريشن ألفا كان شعوري مستانس وايد ومفتخر أني أنا راح أشارك بجينيريشن ألفا. أنا استانس وايد لأن نقولي حق جينيريشن ألفا. اسم مدرستي عبد العزيز حسين فشويح، اكثر ماده احبها هي الرياضيات لان قبل يدي هو اللي درس الرياضيات حق الاهالي فانا خذيتها من عنده. انا المدرسه مالتي هي KES والماده اللي احبها هي ماث. اتكامل، انا احب الماث وايد. انا مدرستي اتكامل، انا احب الماث لما كان عمري 3 سنين كنت قاعدة أشوف أخواني قاعد يلعبون بيسبول فقلت أبي أجرب هذه اللعبة وشفت إنها زينة. بيسبول وناسة وعجيب. بالنسبة حق الفريق البيسبول مالنا البيسبول كلوب هو كوميونيتي عائلي بدأ بتأسيس من أفراد أشخاص ينتمون حق بعض بالقرابة أو ربع أو درسوا عيالهم مع بعض فكان في تنسيق في بداية لعبة البيسبول ما بين الأهالي لأنها بدأت من تنظيم عائلي فكأنها يمعت أهل فهم الناس نظموا أنه يكون مثلا فترة الامتحانات ما يكون في مباراة أو في تدريب أو يكون تدريب يوم واحد بالأسبوع وفي مكان بعض الناس يجون يحلون واجباتهم بالبيسبول فيلد ويتدربون أو على ما أخوي تدرب أو هذا يخلص والثاني يدش لأن كوميونيتي يساهم فيه الآباء والأمهات مع بعض كلهم موجودين واللعبة إحنا كآباء اللاعبين إحنا مدربين وحكام والسكور كيبر الأمهات هم فكل واحد له دور فهو مشاركة عائلية مقابل أنها هي لعبة رياضية. أنا ألعب في منتخب الكويت وشاركت بأكثر من بطولة منها اللي داخل الكويت ومنها اللي خارج الكويت. كانوا اللي داخل الكويت يجون الدول نفس سنغافور، السعودية، بحرين، قطر، وخارج الكويت رحنا الإمارات تخصصا في يعني خاصيا في دبي لعبنا مع نفس الفرق ولكن كانوا فريق نفس الناس ولكن كان إنه في ملعب أكبر وفي رولز غير. أنا من قبل اختاروني الأول ستار تيم مال تيبول. اسم فريقي البوم. أنا ألعب
مع بون. اليهال سواء عيالنا او عيال ثانيين وعيال اليوم لعبوا قدم ولا شيء ثاني ولا لعبه، تلاحظين مثلا انه ممكن يكون تطور عقب ما يلعب 6 اشهر كامله. البيسبول من الرياضات المتفرده اللي تشوفين تطور في شخصيه الطفل وفي مهاراته بعد مبارتين فقط او يومين تدريب، تطورها عالي لان فيها تحدي، كميه التحدي مالها والمهارات المحتاجه عشان تأدين ضربه واحده او تحذفين كره واحده او تمسكين كره واحده وايد عاليه، فيسبب تحدي للنفس كبير مقابل ان فيها صبر وايد اللعبه. فهذا جانب اخر تعلم اللعبه حق شخصيه الطفل الرياضي. انا كنت وايد زين وكنت اصغر واحد بالماينرز اللي 7 لمن 10، لازم الناس يعني يكونون 7 لمن 10 عشان يقدرون يلعبون كذي. أو أنا دشيت الماينرز لأنه أنا كنت أحسن لاعب. مركزي في البيسبول اللي هو بالأغلب كاتشر أو أوتفيلد. أوتفيلد أغلب المرات أمسك اللي هو رايت أوتفيلد، بالكاتشر هو مكان واحد. فبالكاتشر هي الكاتشر تعتبر من أهم البليسمنتس في البيسبول، أهم الأماكن. ليش؟ لأن بالبيسبول الكاتشر هو اللي يعطي إشارات حق البيتشر ويحدد شلون البيتشر راح يقط الكرة. فإذا الباتر طقها وقدر إنه يروح حق البيسز راح ياخذون هما نقطة. فلازم أنا أتفاهم مع البيتشر مالي يكون فيه أكواد. أكواد مرات أرقام، مرات إشارات، مرات أقعد أجيس، ممكن أجيس كبوس، ممكن أسوي كذي. في أكثر من طريقة إن أبين حق البيتشر إن هذه كيرف ولا هذه داون ولا هذه سلايد. أنا بالبيسبول ألعب فيرست بيس. أنا ألعب 3، يعني الأوتفيلد واللي في هاوسز وكذي، وألعب بات. أحلى شيء لما يبات، لأنه لما يبات يمكن في بات حيل قوي يمكن راح يروح أوتفيلد أو تشون، لأنه لما يهت بول إيدك ما تتعور. أنا ألعب باكفيلد، إذا راحت الكرة بعيدة أنا أجيبها. أما اللي هو الأوتفيلد مهمته إن الكرة الطائرة يصيدها بسرعة، فالكرة لما تطير صدتها بالهواء راح اللاعب راح يطلع على طول أوت حتى لو وصل عند البيس. أما إذا طاحت في الأرض لازم تصيدها وتحوشه، إذا وصل البيس ما راح تقدر تطلعه، بيس هو أمان له إذا طاحت الكرة في الأرض. أما إذا صدتها وهي بالسماء راح يطلع أوت مهما ما وصل. هذه الأغراض اللي أنا أستخدمها في البيسبول. راح أبدين لكم بأغراض الكاتشر. الكاتشر يلبس حماية. ليش؟ لأن الكرة بتجي سريعة من اللي هو البيتشر، فيكون لابس حماية في بادينج، حماية، وحتى بالوجه مغطى كامل ما عدا العيون. ليش؟ لأن إذا الكرة جت طقت بوجهك ما راح تتعور ذاك الزود. الكرة يابسة والبيتشرز يقطونها ب 50 كيلومتر في الساعة، مرات 60 على حسب البيتشر قوته. أنتقل لكم للباتينج. الباتينج فيه هذه الحماية تلبسها على كتفك تكون هني، وهذا الهلمت يكون ضروري ايضا. القطعه هذه اللي تتركب ضروريه، لان الكره مرات لما البس هلمت يكون هذا حمايه حق صوب الحلج، يكون في جلوفز. الجلوفز هذا يكون للجريب اكثر، ومو لازم
ولكن احسن لما تلبسه راح تكون المسكة في المضرب احسن. طبعا مضرب له انواع، لا اكثر من مسكة، في المسكة هذه، في المسكة هذه، في اللي هو البوت اللي تكون كذي، اللي تكون الكرة تجي على المضرب من هذه الناحية. المضرب بنفسه في اكثر من نوع، ومو كل المضارب فيهم توثيق من اليو اس اي اللي هو مسؤول عن البيسبول في العالم كله. المضرب في وايد بارل اللي تكون بارل هني تكون كبيرة، في اللي تكون ثين بارل اللي تكون أصغر، وفي اللي يكون مالتي بول، في اللي يكون ميجر ليج، وفي اللي يكون سوفت بول. تفرق عن العادية كرة السوفت بول، تفرق عن هذه الكرة. كرة السوفت بول تكون أكبر. الجلوفزات فيهم نوعين، نوع بدون بادينج ونوع مع بادينج. النوع اللي مع بادينج يصير نفس حلج التمساح، يكون كبير، اول ما تدش الكرة يسكر عليه. فهذه فائدة البادينج، ان الكرة في مساحة انها تطلع ولكن البادينج يسكر عليها، فالبادينج يكون يابس عشان الكرة ما تزلق من بينه. هذا يكون حق الكاتشينج، ما يلبسونه الا الكاتشر. اما الثاني اللي يكون حق اللاعبين العاديين اللي هو البيتشر، الاوتفيلد، الانفيلد، يكون يستخدم الجلوفز العادي، يكون ما في بادينج او في بادينج خفيف، يكون على، يعتمد هذا على مهارة اللاعب، ما يعتمد ان انا اقدر اصيد لان عندي بادينج. وهذا اللي هو نفس مثبت حق الايد او انكل ريست اللي تحطه على ايدك كذي بهالايد او بهالايد على حسب. ليش هذه نستخدمها؟ ليش تكون فيها، ليش تكون ضيجة؟ تكون ضيجة عشان اذا قطيت الكرة او شيء ما تنعوي ايدك، فهذه تفيدك في البروتكشن الاكثر. احلى مكان سافرتها نيويورك، انا ركبنا سفينة. احلى دولة سافرت لها هي الامارات دبي. انا احب نيويورك. أنا أتدرب بالأسبوع مرتين في النادي ومرتين برايفت كوتش. اللي في النادي أتدرب يوم اللي هو يحدده الكابتن، راح يكون فريق نلعب بينه وبين بعضنا ونتدرب على الكاتشنج والثروينج والباتينج. أما يوم اللي معه اللي هو دائما يكون اليوم حق الماتش أو الفريندلي جيم، يكون بيني وبين أفريقيا بنفس الليج أو نفس، يكون بنفس الليج مالي، ولكن انه يكونون هما فريقين ضدي. وعن البرايفت، البرايفت يكون جيم فوق عليه اللي هو الورك اوت وزياده عليه البيسبول. يعني نسوي ويرن اراوند ذا فيلد، نسوي وورم اب، ونسوي كاتشنج، نقط حق بعض، وبعدين نلعب نلعب ضد بعض، بس يعني احنا زي سين تيم. اهلا شيء عندي بتدريب البيسبول او البيسبول بشكل عام، انه اول شيء المكان حيل فرندلي، يعني تحس بين عائلتك هناك. هما شخصين، اكثر شخص احب اتدرب معاه هما شخصين مو شخص واحد، هما ربعي، و أكثر ناس قاعدين معي في البيسبول اللي هما عبد الرحمن الشايع وحمد الرضا. مدرب أحبه أبوي. أكثر مدرب أحب بالبيسبول أبوي.
أول مباراة في المنتخب كانت في 2017، كان شعوري لما اختاروني كنت مستانس طاير من الفرحة. لما شاركت من الحماس داخل اللعبة قمنا كل ما يجي دورنا نشجع، من كثر ما كنا نشجع كان الفريق الثاني ينزعج وما عرف يلعب. أنا أسوي كاراتيه بالنادي يرموك، وبعد أسوي سكيت بوردين. أنا ألعب هورس رايدينج، بس من زمان كنت ألعب هذا كرة قدم، وبعد من زمان كنت بعد ألعب سباحة. الرياضات الوايد نفس الآيس هوكي جربت، وجربت السكيتينج، وجربت التنس، ولكن وجربت البيسبول والخيل، جربت أكثر من شيء، ولكن أكثر شيء حسيت نفسي إني أقدر إني أستمر فيه اللي هو البيسبول والخيل، أكثر شيئين عجبوني، فلهذا السبب استمريت في البيسبول والخيل. أنا أبي أحترف بيسبول. أنا ودي بالبيسبول ألعب منتخب الكل. طموحي بالبيسبول هو إني أصير لاعب MLB إن شاء الله في فريق الريد سوكس. رياضة قاعد تطور، المهتمين فيها في الدول الأخرى ناس ذو كفاءة وذو ملاءة مالية عالية، وتطورت وأثرت في الدراسة وأثرت في البحوث، خاصة في بحوث اللي تتكلم على موضوع العلم النفسي الرياضي اللي هو المستقبل الرياضي الحين القادم. فلو كان فيه اهتمام وتقبل من المجتمع في عملية البيسبول، خاصة أن هذه السنة أدرجت كلعبة أولمبية لأول مرة، فإحنا في بداية الرك، فلو صار فيها اهتمام راح يكون لها تطور جدا عالي. أنا لما أكبر وظيفتي راح تكون أشتغل بالبيت كتويتش ستريمر، وأبي أفتح لي شركة عقار. وأنا أكبر أبي أصير دكتور. أبي أصير تويتش ستريمر يوتيوبر، وأبي أصير مطافي نفس أبوي. لأن أنا أكبر أبي أصير دكتور. الناس اللي يبون يدشون البيسبول أو ما يدرون شنو الرياضة اللي تناسبهم، أنصحهم إنه يدشون البيسبول. البيسبول هو مكان رياضي تقدر تركز فيه، تلعب، تناقز، المكان مفتوح، روح جرب، راح تحس بين الناس، راح تحس إنك في بيتك، راح تحس الناس كلهم إخوانك. يقدر قبل الله يدش يقدر يلعب بسلايد وكذي، وبعد في وايد ناس يقدرون يلعبون معاه، ولما يدش داخل ويلعب هذا يعني مو على طول يلعب، لا لازم يتدرب أول شيء. هذا ليش أول يوم لازم يتدرب كل مرة. إذا يصير بطل لازم تسبر.